فرانكفورت غيث مناف من هناك. غيث، اطلعنا على آلية عملية التصويت، ما هي؟ نعم، مساء الخير عزيزي تامر. بكل تأكيد منذ لحظات انتهت الأعمال الأولى للتجهيز الكامل لعمليات الاقتراع، ونحن ماضون على أهم حدث وهو الانتخابات الرئاسية يوم غد من الساعة 9 صباحا. سوف تفتح أبواب الاقتراع لكل الناخبين المصريين. حثت القنصلية المصرية هنا في مدينة فرانكفورت كل الجالية المصرية على القدوم بهذا العرس الانتخابي الذي سوف يثبت من خلالها أهمية المواطن المصري، أولا لانتمائه لبلده، وثانيا للمشاركة بهذا العرس الانتخابي. هنا الأبناء الجالية المصرية تحدثوا بأنهم على هبة الاستعداد لنداء الواجب، لنداء أهم يوم في نظرهم هنا في داخل ألمانيا. مدينة فرانكفورت هنا والقنصلية العامة هي تعتبر الأهم، كونها سوف تغطي على مجموعة من المقاطعات الجنوبية بالإضافة إلى البلدات التي يتواجد فيها أبناء الجالية المصرية هنا، بالإضافة إلى بعض المدن القريبة من ألمانيا وهي في فرنسا بالتحديد. سوف يأتون لأدلاء بأصواتهم هنا في القنصلية العامة في مدينة فرانكفورت. تحدثنا أيضا مع السيد المستشار سيد أبو عوكل، وهو المستشار في القنصلية المصرية هنا في فرانكفورت، حيث ذكر بأن كل الاستعدادات الآن أصبحت جاهزة لاستقبال أولا الزوار، ثانيا الجالية المصرية التي سوف تدلي بأصواتها هنا. تحدث معنا بأن أهم المتطلبات للاقتراع وهو جواز السفر صالح النفاذ والساري النفاذ، بالإضافة إلى الرقم القومي المصري سواء كانت بطاقته منتهية أم غير منتهية. ولكن أيضا هو ذكر بأن يجب على المواطنين المصريين حاملين الجنسية المصرية إثبات هويتهم من محل الإقامة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ذلك يحق لكل المواطنين هنا في مدينة فرانكفورت من الجالية المصرية الدخول إلى مبنى القنصلية بهواتفهم النقالة وأخذ حقوقهم الكاملة، بالإضافة إلى عملية الاقتراع سوف تكون عملية سهلة جدا. وهي هذا ما سنتابعه معك من فرانكفورت. غيث مناف، شكرا لك على ما قدمت.